Guardians of the Galaxy، اللعبة اللي ظلمتها سكوير انكس في عرضها الأول اللي شفناه في E3 كان سيء لدرجة أن أنا وكثير بعد من المراجعين قررنا نترك اللعبة ولا نعطيها أي اهتمام. لكن بعد ما صدرت اللعبة ردود الأفعال كانت إيجابية جدا وانصفوها النقاد، فقلت لازم أجرب اللعبة هذه بنفسي وأحكم، ويمكن ذول الناس جالسة تجامل. لكن بعد ما جربت اللعبة بنفسي قلت لازم أسوي هذا المقطع أشرح فيه عن اللعبة وفكرتها وكيف أن لازم الناس ما تفوت لعبة مثل هذه، وأتوقع كل اللي جرب اللعبة بيأيد هذا الكلام، حتى أن اللعبة مترجمة للغة العربية. فبهذا المقطع بعطيكم فكرة عن اللعبة مع شرح أسلوب اللعب وعالم اللعبة وليش لازم تجربها. معاكم أدهم من جيم تيك، وخلونا نبدأ. أول شيء لازم تعرف عن Guardians of the Galaxy إنها لعبة أكشن ومغامرات خطية مثل Uncharted بالضبط، عبارة عن مراحل وتمشي مع الأحداث والقصة، وبتتحكم بشخصية بيتر كويل فقط وهو بطل اللعبة مع الفريق حقه المكون من 5 أشخاص مثل الفيلم بالضبط، وبتشوف القصة من منظور بيتر وتعرف أكثر عن ماضيه خلال القصة اللي تبدأ أحداثها لما حراس المجرة يبون يمسكون وحش ويبيعونه، لكن خلال العملية يمسكونهم قوات النوفا ويدخلون في غرامة كبيرة إما تندفع أو ينسجنون، وأصلا هم عايشين حياتهم بكل عشوائية. وهنا تبدأ قصة درامية مضحكة في نفس الوقت مع الأبطال المجانين ذول، والشخصيات في القصة مكتوبة بشكل ممتاز جدا، وتشوف كل شخصية لها طابع خاص، هذا الشكاك وهذا النفسية وهذا اللي ما تفهم منه أي شيء، وكيف الشخصيات تتفاعل وتتكلم معاك طول الوقت في اللعبة بطريقة مسلية ومضحكة وتفاعلية بعد. كيف تفاعلية؟ علشان اللعبة فيها اختيارات، وأنت خلال المحادثات تطلع لك خيارات وتختار منها علشان تتفاعل مع التيم حقك، غير أن الخيارات هذه هي تحدد النهاية وسير الأحداث والطريقة اللي بتخوض فيها اللعبة. واللعبة مترجمة بالكامل للغة العربية قوائم وحوارات، والقصة تعتبر جيدة لكن تصير أحلى بسبب الشخصيات اللي معاك وطريقة تفاعلهم. نجي عند عالم اللعبة وأسلوب القتال. أسلوب القتال اشتباك مباشر مع الأعداء، وبتتحكم بشخصية بيتر كويل اللي يملك مسدس الليزر، فيصير تطلق على الأعداء وتتفادى وترفع نفسك على الأرض وتستخدم القدرات الخاصة في بيتر كويل مثل إطلاق طلقات سريعة جدا وقوية، أو تستخدم مهارة تصيب كل الأعداء اللي حولك. والمسدس بعد مو بس يطلق ليزر، علشان مع تقدمك في اللعبة تقدر تخليه يطلق ثلج أو كهرباء وتثلج الأعداء وتسعقهم فيه. وبعد هذه المسدسات بتساعدك في عالم اللعبة وبتخليك تعدي أماكن مثل شلال الموية، هذا بتجمده وتصنع منه منصة وتنط عليها علشان تعدي الأماكن. ومع تقدمك في اللعبة بتجمع ماتيريال بسيط علشان تقوي فيه السلاح حقك وتفتح له طلقات قوية أو تقوي درعك وغيره من الترقيات. وتقدر بعد تشتبك مع الأعداء باستخدام يدك وتضرب الأعداء أو تسوي عليهم فينش مع أعضاء الفريق. وطبعا في القتال بيكون معك فريقك اللي تتحكم فيهم عن طريق الأوامر، تحدد على العدو وبضغط الزر تختار واحد من الفريق يهجم عليه بهجوم أنت تختاره. وأحلى شيء إن لكل واحد من الفريق هجمات مختلفة عن بعض ومو كثيرة علشان لا تتلخبط بينهم. وخلال المعارك بيعطونك مثل التقييم على أدائك، مثل كلمة عجيب اللي يقولها دائما خوينا حكوم، وبتاخذ نقاط الخبرة، وبهذه النقاط تفتح فيها ضربات خاصة جديدة لكل عضو معك في الفريق وتستخدمها في المعارك. والتيم اللي معاك بيساعدك في حل الألغاز في عالم اللعبة أو بيساعدك على التقدم في المراحل بشكل عام. ولكل شخصية شيء يميزه، مثل روكي يقدر يدخل الأماكن الضيقة ويهكر، وجروت يقدر يسوي لك جسر علشان تعدي منه، وفي الآخر لازم تستغل كل قدرات الفريق اللي معاك علشان تكمل في اللعبة. واللعبة فيها كويك تايم إيفنت، يعني تضغط على أزرار محددة في وقت محدد، وهذا شيء يخليك تندمج أكثر وتتفاعل مع الأحداث اللي جالسة تصير قدامك. والحلو ان اللعبة ما فيها ليفلات وان لازم ترفع ليفلك علشان تقدر تقتل الاعداء. اللعبة فيها صعوبات والتحدي بيكون على حسب الصعوبة اللي تختارها. بالنسبة لعالم اللعبة مثل ما قلت لكم اللعبة خطية، وبتنتقل فيها بين الكواكب، ولكل كوكب بيئة خاصة فيه ومناخ بعد. تلاقي كوكب طول الوقت طول ما انت ماشي فيه صواعق، وكوكب ثاني فيه مادة لزجة مغطية المكان، ولازم انت تتكيف مع البيئة اللي حولك. وتقدر خلال المشي مع الفريق اللي معاك في الكوكب انك تدخل اماكن متخبية او سرية علشان تجمع المواد البسيطة اللي تسوي فيها ترقية لك ولفريقك، او تلاقي بدلة جديدة او لبس جديد لعضو من اعضاء الفريق. المهم لازم تفتح عيونك وانت تمشي علشان في اماكن متخبية زين، وفي معاك القناع حقك اللي بيساعدك تشوف الاشياء المهمة بالوان مختلفة علشان تقدر تاخذها. نجي عند الرسومات والأداء التقني. الرسومات جيدة إلى حد ما ومرة مناسبة لطريقة اللعب، والتفاصيل والانعكاسات أفضل على أجهزة الجيل الجديد، عشان كذا الأفضل أنك تلعبها على جهاز من الجيل الجديد علشان تقدر تختار بين دقة 4K مع 30 إطار أو دقة Full HD مع 60 إطار في الثانية، وحتى أوقات التحميل أفضل بكثير على الجيل الجديد. بالنسبة للسلبيات اللي شفتها، أول شيء الأخطاء التقنية تصير مزعجة في بعض الأحيان لكن تتصلح مع التحديثات،
وحسيت ان بعض الاعداء الصغار جالسة تتكرر مع مرور الوقت، وفي بعض القرقرة الزايدة من بعض الشخصيات او الالات الجانبية في اللعبة، ولا تقدر تمشي المحادثات هذه. الخلاصة، لعبة Guardians of the Galaxy بتعطيك قصة حلوة واسلوب قتال حلو ممتع وشخصيات مكتوبة بعناية مع شوية اخطاء تقنية، لكن بتعطيك تجربة جميلة باسلوبها الخاص، وانصح الكل انه ما يفوت تجربة هذه اللعبة، ومتوفرة حاليا على البلايستيشن 4 و 5 والاكس بوكس والبي سي.